كل سنة وانت طيبة. ربنا يخليك لك. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nagwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nagwan. Happy birthday to you. دي حلوة قوي. دي أقل حاجة. بس حلوة قوي يا مروان. ما تغيري التركي اللي انت عمالك تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانيه. هقول لك ليه ما انت جاهل؟ ما انت اصلا كنت بتعرفي تركي زيي، كان زمانك فاهمه ومستمتعه. هو ده تركي يعني؟ امال ايه لو انت؟ وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف، اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيك، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على التركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمة، انت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات دي. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت يكون برنسس اللوكا بتاعك. قوم افتح عشان اخلص منك بس. حبيبي يا بابي. يا بنت بطلي المندبه اللي انت عاملاها دي، ادي الله وادي حكمته. وانت مصيبتك مصيبتين، بس خلينا في المصيبه القريبه دلوقتي، احنا عاوزين نشوف لك مكان علشان تبيتي فيه. ده انت حتى لو فكرتي تسافري لاهلك لازم تستني للصبح عشان تلاقي ركوبه تروحي لهم بيها. يا اختي ولو عرفوا اهلي انك انت اتطلقتي من سلومه ولا ضربك ولا عمل فيكي وطردك من بيته، والله العظيم لا يموتوكي ويذبحوكي ويدفنوكي بالحياه وبعدين يضربوكي بالرصاص عشان يغسلوا عارهم منك. هو ده اخر صبري عليك يا سلومه؟ عاوز تجيب لي دره؟ على ايه يا حسره؟ اللي اخدته القرعه تاخده من الشعور. يا اختي نوال بارك الله فيكي. شوفي يا اختاه، الشرع الحنيف اباح للرجل متى ما تيسر له الحال أن ينكح من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، وآمننا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نؤمن بكل ما جاء به. وآيات التعدد وردت في القرآن في السورة المسماة باسم النساء. ولهذا يا أخت نوال واجب عليك حين يبلغك المعلم سلومة برغبته في الزواج أن تمتثلي وتقولي سمعا وطاعا. يا شيخ ناصر انزل يا اخويا من على المنبر بتاعك ده وسيبك من خطبة الجمعة اللي عمال تزاها علينا. البت كل الحكاية عايزة لها مكان مكنة يعني تحط جتتها فيها، ها، عشان ترتاح لحد ربنا ما يصبح علينا. ما أراه يا أم سوكة أن تقصر الأخت نوال شر شيطانها وأن تصعد إلى بيت زوجها وتبيت فيه كما تفعل الحرائر. لا حرايق ولا مش حرايق يا عم الشيخ، أنا سلومة ده فردة شبشب وقلعتها من رجلي ومش هحطها فوق دماغي تاني. هي الرجالة خلصت ولا خلصت؟ وزي ما هو عاوز يتجوز عليا أنا كمان هشوف حالي ووقع له يمين الطلاق بتاعه. هو أنا واقعة ولا واقعة؟ ده أنا نوال بردك. أنت نوال بردك، واللي مش عاجبه يحط الصرمة في بقه. بس إيه رأيك يا بت؟ أنت بت طيبة وبت حلال. أنا عرفتلك المكنة
اللي هتعودي فيها. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوة عزيزة يا أساتذة. مين دي؟ كوريا يا بابي. الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك، احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، خصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. والنبي اللي كنت عايزة اهتم. وانا بقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقولة؟ ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقة كلها لما تقعد وسطينا. مين الهانم دي؟ الهوانم، هيبقى المرة الجاية نجيب شوية هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية. مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انتي طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بصي هايدي يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش، ما تقلقيش، تكوني مطمنة. لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضية زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعدة فسحة بيكنيك وسط عيلة جميلة أشكالهم غريبة وتنبسطي. أمارات حلوين هم كلهم ناس. أنت بتشاور ليه؟ ها؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. أنت متجوز؟ أنا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالة كوريا. أهلا وسهلا. أنت بتروح الحجاز؟ بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله يا ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب ميه زمزم لساعة. نجيب له ميه زمزم لساعة. ده حاضر حاضر. ساعة ده بيحب البيض. ما تاخدش ببالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لساعة. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. أنا هدخلك الجامع الليلة فقط يا أخت نوال، أنت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا أستطيع أن أمنع أمة من إماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. أنت بقى تدبقي حالك كده وتعودي لحد ما نشوف هنعمل إيه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. كتر خيرك يا مسوكه، كتر خيرك يا شيخ ناصر. لما اقصد نوال انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اخت نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل. يخرب عقلك ياض يا كداكي، ده انت بسبعة ارواح يا. لا وايه، نزل الفرح ولا 17 راجل في بعض، ولا تقول لي اصابه ولا مستشفيات. نزل 17 راجل ورجع ذكر. بس ايه، برضك المزه قويه وشديده. كوريا فرتكت الليله عليه هو ونوال وسلومه. ديناميت يا مواطن ديناميت. ايه المايه رجعت لمجاريها ولا مجاريها لسه طافحه؟ طافحه يا طاعون. يا عم ولا تسدت ولا بتاع، الحريم سهله ورجعتها قريبه، دوستين ثلاثه منك وهتلاقيها سلكت. ما اقدرش اقول لك غير كل طريقه حبك ليا، ما اقدرش اقول لك غير عليا، ولا مؤاخذه هات لي هديه. ادينا بندوس يا عم طاعون. سيبك انت، انا عايزك في حاجه ألذ. احنا ما احتفلناش بيك من ساعه خروجك من المستشفى. انا عندي واد صاحبي شغال بودي جارد في كباريه سبع نجوم، انما ايه، من بتوعي الحلاوه يا مواطن. قفل الليله دي واطلع البس الحته الزفره وانزل لي، هعيشك ليله ملوكي، ليله مع طاعون. يلا ياض انجز، انا قلت لك قبل كده طاعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياه. ماشي يا هايدي، حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اروح اقعد عند عمي، احسن من المكان اللوكال اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش، البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شبهه؟ انت احمد بس، احمد بس حبيبتي. ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه، اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. ها، لو انت من بتوعات المراه والحاجات دي
يبقى ده بنتي من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حرمنا مالهمش في الجامعات النسوانيه والحاجات دي خالص. نسوانيه انت بتقولي ايه؟ انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجه، ما تقول لها. وعشان ابوها موجود. كيف يعني يا ست هايدي كيف؟ كيف دي بقى هقول لك عليها واحده بواحده يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب. خطوه بخطوه يعني، انا مش هعرف اعمل حاجه من غيرك. هو انت ناويه تعملي ايه؟ ممكن تفهميني؟ ناويه اعمل حاجه زي الحاجات اللي انا كنت بحبها، ما تقلقيش يا دينا، بس انا يعني احتاج شويه تمويل للمشروع ده يا بابي. انا حبيبتي تحت امرك، اللي انت عايزاه ابعتهولك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، انت عارفه رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، انا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو ايجار المحل وشويه البضاعه اللي هجيبها. كنا هنعمل المحل بتاعي. اتلهي اتلهي. اخرب عقلك يا نوال، في ايه؟ ايه يا نوال؟ ايوه يا ابراهيم. في ايه؟ الله، مالك بتكلمني كده ليه؟ الحق عليا اني بكلمك يعني. خلاص يا نوال انا مش فاضيلك. بسال عليك، عامل ايه بعد العمليه بتاعتك؟ تمام الحمد لله خير. انا سلومه كرشني وحلف عليا بالطلاق ما انا داخله له بيت بعد ما مد ايده عليا قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، واخره المتمه قال ايه؟ عايز يتجوز عليا. يتجوز؟ يتجوز مين؟ وانش عرفني يا كبداكي، هو انا في مين ولا في انه هيجيب لي دره؟ طب وانت عايزاني اعمل ايه دلوقتي يا نوال؟ اروح اقول له ما تتجوزش على مراتك اللي خطيبتي قفشتني معاها؟ لا يا هيما، انا عايزه اوقع يمين الطلاق واسيب سلومه وبيع سختي وناخد شقة قانون جديد في ايوتها، حتة غير الحتة النكسة دي. ونتجوز انا وانت. نتجوز؟ انت اتعطلت يا نوال؟ يعني احنا لما نتجوز هنعمل ايه اكتر من اللي بنعمله؟ بقى كده يا ابراهيم؟ بتوديني النص البحر وتسيبني متعلقة؟ انا لو وديتك ولا جبتك يا نوال، فاقد الشيء بيدور عليه، انت اللي دماغك مودياكي وسايقة العشم قوي، وكل مرة يا نوال بتوقعينا في نصيبة اكبر من اللي قبلها، انت فين؟ في الميضة بتاعت الجامع. كنت في الجامع واستحرمت اكلمك. جامع؟ انت هتتوبي يا نوال ولا ايه؟ يبقى ادعي لنا معاكي. سلام. ام سوكا، ام سوكا. مين؟ مساء الخير يا ام سوكا. اهلا، مساء الخير عليك يا اخويا، ازيك يا سلوم؟ الحمد لله. معلش احنا تعبناك اليومين اللي فاتوا ده في موضوع نوال. يا اخويا ولا تعبتني ولا حاجه، تعبكم راحه. على فكره انا جايب لك معايا حتتين لحمه، حتتين موزه يستاهلوا بقك. موزه؟ النبي انت راجل امير، طول عمري اقول عليك كريم وصاحب واجب. عاوز ايه بقى يا نوال؟ فين دلوقتي نوال؟ نوال انا اديتها للشيخ ناصر عشان يبيتها في الجامع غلبان. على فكره إن كل كام يوم كده هجيب لك حتتين لحمه زي دول. ايوه بس ليا عندك طلب صغير قدك ده. يا اخويا انت تؤمر، طلب صغير ده انت تطلب عينيا دول. قول قول عاوز ايه. طبعا انت سمعتيني وانا بقول اني عاوز اتجوز. ها حقك. الله، ده انت راجل والراجل له اربعه، انت يا دوب استهلكت واحده بس، فاضل لك التانية والتالتة والرابعة. المشوار في أوله. من عايزك بقى تليني دماغ العروسة. ألين دماغ العروسة؟ طب هي العروسة تبقى مين يعني؟ جمالات قريبة كوريا. جمالات يا أخويا، هو أنت كنت عرفتها إمتى وشفتها إمتى؟ ده لسه جاية يا دوبك في الحارة وبلاش كام يوم. الله، أمال أنا جايلك ليه يا أبو شوكة؟ عشان تلياني دماغ العروسة وتفهميها إن المعلم سلومة من كبارات الحتة، وإن هبسطها وأريحها وكل طلباتها مجابة، وكمان بالمرة تعرفي قصتها وتعرفي قرارها إيه. هديتك عندي يا أبو شوكة جلابية وجزمة وباروكة. يا اخويا هاتلي موزة. وماله؟ موزة موزة. اتفضل يا شيخ. يا اهلا، نورتنا وانستنا والله. اتفضل. يا ساتر اتفضل. يا ساتر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخباركم؟ شحوالكم؟ عساكم بخير ان شاء الله. الحمد لله. مين دول يا شكري؟ ده الشيخ عثمان اللي في الخليج، اخو اللي كان متجوز جمالات بنت اختي، ودول اولادها وجايين يصلحوها بكلمتين يعني. لا ده انا لازم اجي اسلم عليه بقى. لا
الست يعني ام سوق. بنت حلال، بنت حلال، لازم تسلم على الناس كلها. اتفضل. اهلا وسهلا يا سيدنا الشيخ. والله العظيم احنا اول مره يخش في منطقتنا شيخ عظيم كبير كده مالي هدومه زي حضرتك، يعني احنا اخرنا الشيخ ناصر بتاع الجامع. الاقي شايله قطه ميته في ريحه غريبه. لا اللحمه بتاعتي لحمه. اسمع، اما اقول لك انا عاوزه يعني سبحه كده من اللي هي بتنور الحلوه ده، هي بتنور في الضلمه ولا ريحه العود معاك؟ والله ما يغلى عليكي، بس هالحين ما عندي انا مصاري. انما لو انت حبيتي، يعني لو حبيتي ممكن اهدي مصاري. روحي جيبي العود اللي يريحك. شفت شفت، زودتها في الرقص، بهدلت الاصابه بتاع كتفك. معلش، اشرب اشرب يا هيما واربع. الليله ليله هنا وسرور، احنا معمول معانا واجب. انما ايه في اهيما؟ كتاب اللي انا بحبك حبه تعون ما حبوش راجل لراجل قبلك. ايه الليله دي بتحب تعون يا ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 الله، انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه، لان شكل السناره جمد. سناره اللي تغمز يا عم كبداكي دي، لو السناره غمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مشيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيب. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضه. طيب انا اروح احبق بقى عليها ها وارجع لكم، ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي خلاص يا هيما، خلاص يا هيما، وفر الكوس ده لتيتك. يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي. شاطره وشطوره على فكره، انا معجب بحضرتك جدا جدا جدا. مش حضرتك نيكول سابا برضه؟ في واحدة بره اسمها سارة بتقول عندها ميعاد مع حضرتك. خليها تتفضل. اتفضلي. ما بتردش عليا ليه؟ ابدا، مشغول زي ما انت شايفه. ما بتكلمش على دلوقتي ليه؟ من ساعة ما كنا مع بعض ما بتردش عليا. ما كنتش عارف ارد اقول ايه، او حتى ممكن نتكلم فيه. ايه، مفيش اي حاجه تجمعنا ممكن نتكلم فيها؟ انا فكرت كتير قوي يا ساره، وللاسف لقيت انه مفيش. غريبه يعني، قبل الليله دي كان في كلام كتير. الفتره اللي احنا كنا بنتقابل فيها دي يا ساره، انا ما كنتش، انا كنت انسان تاني. بس عشان اكون صريح معاكي، انت كان ليكي فضل كبير جدا عليا في ان انا اتخطى المرحله دي. سلمه يعني. بالعكس، انا شايف انها ايد قويه اتمدت لواحد كان بيغرق وخرجته على الشط. فأول حاجة يعملها بعد ما يطلع إنه يسيبها ويمشي، مش كده؟ بس إحنا يا سارة مش شبه بعض. حتى المكان اللي إحنا اتقابلنا فيه مش بتاعي. أنا أصلاً ما بشربش. الليلة اللي إحنا قضيناها مع بعض أنا مش فاكر منها أي حاجة. زي ما أكون كنت إنسان تاني. بس تعرفي يا سارة، الليلة دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي، لأن اتعلمت فيها حاجات مهمة قوي عن نفسي، أهمها إن أنا إنسان ضعيف. وأنا بفتح باب الفيلا عندك عشان أخرج، قررت إن أنا مش هبقى ضعيف تاني. هقفل صفحة نجوان وهفتح صفحة جديدة. أنت بتتعامل معايا على إني إيه يا نادر؟ شايفني إزاي؟ أنا شايف إن أنتي من أكتر الشخصيات المحترمة اللي أنا اتعرفت عليها في حياتي. إنسانة واضحة وصريحة، لا بتلفي ولا بتدوري، مش عايزه تخدعي حد. بس زي ما تقولي،
الوقت اللي احنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط. لو كنا اتقابلنا قبل كده بشوية أو بعد كده بشوية الوضع كان هيختلف بطبيعة الحال. لكن برضو انت علمتيني حاجات مهمة جدا، على سبيل المثال ان انا مش ممكن اثق في حد تاني 100%، يعني بس مش 10%، ممكن اكتر شوية. انت عارف ان انت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظرية دي من ساعة ما فكرت فيها؟ يعني كنت حاسة ان ممكن يكون في حاجة بينا اكبر من اللي حصلت. خسارة. اللي حصل بينا اكبر من اللي ممكن كان يحصل يا سارة. انا شخصيا لحد ما اموت انت هتفضلي معلمة جوايا، عمري في حياتي ما هنساكي، ولو احتاجتيني في اي وقت في اي حاجة انا دايما موجود وتحت امرك. سارة. مش عارفة انا ايه اللي عاجبك في البت التمرجية دي. ياما دي بنت جدعة ياما، وما شفتش منها حاجة وحشة. وعلى فكرة بقى انا عملت مشكلة ما بينها وما بين اخوها. يا واد هو انا لما اجي افرح بيك افرح بيك بواحدة رايحة جاية طول الليل، يوم تقول لك انا راجعة من النوفاتشجية، واليوم التاني تقول لك انا بايتة كنت في المستشفى؟ يا اختي رايحة فين يا بنتي؟ يا كوريا في نصيص الليالي يا بيت. لا اله الا الله. وانت مالك يا ام سوك؟ مخنوق خارجة افك عن نفسي شوية، طالعة عشان بشوية هوا نضيف بدل الكتمة اللي واحد فيها. خلاص الحق عليا اللي خايفة عليكي للحدايد يخطفوكي. ايه ياما ده؟ ليه كده ياما؟ كوريا ولا يا كوريا؟ خد يا كوريا. راح فين يا كوريا؟ معلش يا سوكا سيبني وانا بخرج لوحدي. بقولك يا كوريا مش هينفع تسيبك لوحدك تمشي بالليل. على فكره بقى الهام ما ينفعش حد يشيله لوحده، وانا اخوك يا بت الهام ابو اتنين يشيلوا اتنين، وعلى راي المثل يا مفرقني السبوع انا ما خدتش. ايوه يا كوريا ايوه كده. ايه يا سوسو ده؟ قاعد اندى عليك اندى عليك تسيبيني وتمشي؟ انا حسبت التاكس. طب يا حبيبي تعالى. انا حسبت التاكس. تعالى 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 فلوس التاكس. تعالى تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ هو فين العفش؟ انا عندي مرتبه جوه بنام عليها. مرتبه ايه ياما؟ فين العفش؟ بس انا ما بحبش الكركبه. كركبه ايه ومرتبه ايه ونيله ايه؟ هي احنا فين لما مؤاخذه؟ ايه ده؟ دي شقتك دي ولا ده ايه؟ لا دي بتاعت ابني وهو في امريكا وسايبها لي. سايبها لك من غير عفش؟ تعالي بس. يا ابني العفش اللي انت شاغل نفسك دي، تعالى بس هقول لك. هتقولي لي ايه؟ معلش اصل انا بس في حاجه بيني وبين العفش. فين العفش؟ هي كان فيها عفش. ايوه. وانا بعته. ايوه. عشان اصرف. لان الفلوس اللي ابني بيبعتها لي. أيوة. ما بتكفيش الشرب والسهر. لا استني بس استني بس. انا نسيت البتاع تحت. انا هنزل بقى اجيب سجاير لان انا معيش ولاعة. لا عشان هقول لك يا سوق. والله يا سوق دقيقتين وهطلع لك. هتقوم الكشك قريب. الكشك قريب. بص يا كوريا، ابراهيم صاحبي وانا عارفه كويس. اي نعم هو مجنون وما بيحبش الا نفسه ورايحه منه، بس يا بنت الحلال لو ما كانش جالك كوافير وقال الكلمتين دول كنت هقول لك لا. من الاخر ابراهيم عايز يطير، ما بقاش حد ليه حاجه عنده. انا عايزك بقى تجيبي وتد وتربطيه وما تسيبهوش. وهو مين اللي عنده طقطان لنفسه عشان يجيب خلق البراهيم يجري وراي منه شمال؟ يا سوكا انا بنت، يا جدعان انا بنت. بنت ايه؟ ما يغركوش شكلي. ده انا جوايا حته عيله صغيره لسه بضفاي، عايزه اللي ياخدها في حضنه، يطبطب عليها، اللي يقولها كلام حلو من اللي بتقولوه للبنات ده، اي حاجه. نفسي اللي بحبه ده انه تبقى مليانه بيا، ما يبصش لواحده غيري. صعبه دي؟ جوايا عيله عايزه اللي يجيب لها دبدوبه ورده، ولا ان شاء الله حتى يكتب لها جواب حب من اللي بيكتبوه لبعض في المدارس دي. بنت عايزه اللي بيحبها يبقى بيلف حوالين نفسه كده عشان يبقوا مع بعض لوحدهم، ولو ثواني يخطف بوسه من على خدها، ولما يخطفها اضربه على وشه بالقلم. مع اني من جوايا بقى مبسوطه يا سوكا. ده انا حاسه ان من كتر ما انا عامله راجل من بعد ابويا ما مات عشان اعرف اعيش، انتوا ذات نفسكم نسيتوا ان انا بنت. ده حتى هيما ذات نفسه ما كانش بص لزباله الحريم، ولا كان في حياته خطيبه ولا حبيبه ولا اياته حاجه. يا سوكا ده نايمه بقى بيبص لي كاني راجل زي ما بيبص لك بالظبط، كانه واحد صاحبي.
بقول لك ايه، انت قلبتيه حزيني ليه كده؟ فكيها بقى. طب عشان خاطر سكت حكي. طب حاسس ان انا بتحكي؟ انت حكي بقى كوره. طب اقول لك حاجه، اغني لك الاغنيه بتحبيها. الحلو والنبي تا تا تا، كوريا والنبي تا تا تا، والنبي تبسم تيرارارارا. يلا غني معايا. الحلو والنبي تا تا تا، تبسم والنبي. ده انا اللي تبسم يا عتبه. الحلو والنبي تا تا، دي كوريا والنبي. اتحكي بقى اتحكي ولا يهمك. انا جمعت حضراتكم النهارده علشان ابلغكم اني منسحب من قضيه مدام هايدي تماما، ودي كل الاوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحامي تاني. اتفضل يا ابو طالب بيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تنسحب؟ في ايه يا نادر؟ مفيش اي حاجه، في محامين كتير جدا مش لاقيين شغل. ليه يا نادر؟ ايه بس اللي حصل؟ والباشمهندس مش عايز يعرف هو كمان ايه اللي حصل؟ انا فاهم كل حاجه، بس ما بحبش اتسرع زي عمي. تمام، يبقى انا محتاج اعيد الكلام ده وللمره النهائيه. ابو طالب بيه، انا كنت بتابع قضيه مدام هايدي بصفتي صديق للاسره مش كمحامي، لان انا كمحامي مش شغلتي ان انا اعمل لها بطاقه مضروبه، ده ضد شغلي، ومش شغلتي كمان ان انا اهربها لان ده ضد مبادئي، ولا شغلتي ان انا ازرع لها عين في مباحث الاموال العامه لان ده ضد القانون. انا كنت بقوم بكل ده لصالح هايدي وصالح القضيه وصالح حضراتكم طبعا، لكن لما اعرف ان انتوا رحتوا زرتوها في بطن البقره اللي انا شخصيا ما اعرفش مكانها فين، وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي، هنا لازم اقول ستوب، ما اقدرش اكمل. ليه؟ لان اللي انتوا عملتوه ده هيضر هايدي وهيضر القضيه وممكن يقفل لي المكتب بتاعي، وانا ما عنديش استعداد للكلام ده. احسن برضه اهو، نشوف محامي تاني احسن منك. وبعدين بقى اسكت خالص. ايه يا دكتور نادر بس؟ من غير بس ولا يا دكتور، كلامي كلام نهائي يا ابو طالب بيه. ورا القضيه معاك وربنا معاكم. الو بونجور، لو سمحت انا كنت عايزه اعمل اوردر بالبضاعه اللي عندكم. لا لا، انا عارفه انا عايزه ايه بالظبط. انا هفتح محل صغير ان شاء الله. المكان هي منطقه اسمها بطن البقره. بطن البقره هي منطقه في مصر القديمه ورا جامع عمرو بن العاص. لا انا لسه بجهز، انا كنت عايز اعرف بس سيستم الاقساط والتسليم. خلاص خلاص، هكلمك على بالليل هقول لك انا عايزه ايه بالظبط وافهم منك. الاوردر باسمه هاي جمالات. جمالات. انا متشكره قوي، ميرسي، باي باي. قولي لها انا عايزه اتنين. في ايه يا سندس؟ عايزه ايه؟ انا عايزه اتنين. حاضر يا حبيبتي، هجيب لك اللي انت عايزاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا هيدا هانم؟ ازيك يا سندس؟ اهلا وسهلا. ها قولي، عملت ايه مع السمسار؟ احنا لازم نلاقي محل النهارده، مش معقول بعد كل اللف ده ولسه مش لاقيين محل. ايوه هانم، ان شاء الله هنلاقي يعني. ان شاء الله. اصله في ايه مالك يا شكري؟ اصله بصراحه اضطربنا يعني، انا كنت جاي مخصوص علشان موضوع يخص حضرتك يعني. طب ما تتكلم في ايه؟ الجدع اللي اسمه سلومة الجزار ده كان عندي في البيت يعني. طيب وانا مالي؟ الموضوع يخص حضرتك يا هانم. انا فهمت يعني، في ايه؟ كان طالب القرب مني يعني، طالب يدك مني يعني. نعم. لا انا ما قلتلوش حاجه، انا قلت له يعني لازم نروح الهانم وناخد شروطها. شروطها ايه؟ هو انت خالي يا شكري ولا انا جمالات ولا مين سلوك المقرف ده اصلا عشان يطلب ايدي؟ لا يا هانم، انا كنت يعني قلت برضه اجل حضرتك علشان يعني لما ترفضي نقدر نقول له احنا رافضين ليه يعني. هو احنا لسه هنوافق وهنرفض؟ بص يا شكري، من هنا ورايح المواضيع اللي زي دي انت تخلصها بمعرفتك، انا مش عايز اسمع عنها اصلا. حاضر يا هانم، حاضر. طيب وهنشوف المحل امتى؟ ان شاء الله يا هانم، وانا راجع هبكلمك. طيب بس بسرعه. حاضر يا هانم، اقعد بالعافيه. انا عايزه اتنين العب فيهم. ده اللي كان ناقص، سلوك الجزار. عايزه اتنين العب فيهم. انا واحد وسعد واحد. عايزه اعمل كده. يا سندس يا حبيبتي، انا بشتغل، ممكن تسيبيني اشتغل؟ بس يا سندس. ماشي. انت ضربتيني. لا انت اللي ضربتيني. انا ما يخلصنيش. جاتك ضربه يا خارجه من باب الحمام وكل خد عليك.
خوخة 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 خوخة. ما تفتحي يا ولية. يا حبيبتي جت فيكي، تعالي تعالي. انت جيتي عود عود عود. ترى يا بيت انت مش ناوية تعقلي بقى وتطلع على بيتي يا بيت؟ انت بقالك جمعتين في الجامع، الشيخ ناصر خلاص هيكفر منك كده. هو الله، وهو ماله هو؟ هو انا كنت نايمة في بيته؟ ده بيت ربنا. أيوة هو بيت ربنا، بس انت خلاص ما انت شايفة نفسك يا بيت، وشك بقى قد اللقمة. أيوة لا أكل ولا شرب ولا حموم، عفنتي، ده قلة قيمة على الفاضي. وكلكم والنساوين أمات الخمار دولكم يخلوني أصلي معاهم كل صلاة بالعافية. صدقي بالله يا بنت انتي، سلومة ده هو له الجنة انه معاشر واحدة زي، علشان خاطر تخربي بيتك وتسيبيه وتطفشي علشان عايز يتجوز. طب ما يتجوز يا اختي ولا يولع بجاز. الله، طب ما هو يجيب هم على هم. انت ايه اللي مزعلك يا بنت؟ ها انا تعبت قوي يا مسوكة، مفيش حد قصدته الا وبعدي. يا بنت انا هجيب لك من الاخر، انت تطلعي بيتك تستسمحي جوزك. ايوه نار سلومه ولو جهنم الشوارع يا بنت، انت بقيتي شبه القط اللي مسربينه في الخرابه يا بنت. وهي عامله ايه دلوقتي ومنها ومن عليها الوقت؟ مروان نوراني حياتي. شوفوا وجودك عامل حس البيت ازاي. ربنا يخليك لي يا حبيبي. وهي عامله ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت؟ هي كويسه. قول يا حبيبي. ابا تعملي ايه؟ لا ده مش كده، ده شوت واحد. ها يلا تشيرز. انا مش عارفه ازاي كنت هتجنن وانزل مصر واسيبك، انت احلى راجل في الدنيا. وبعدين انا دلوقتي اتاكدت ان انت بتحبني فعلا. ميرسي يا حبيبي. حبيبتي انا فعلا بحبك، واكبر دليل على اني بحبك قلتهولك وهفضل اقولهولك. مين الانسان الوحيد اللي انا خدتها عشان تشاركني رحلتي وكل اللي انا بعمله؟ مش انتي؟ الخاتم ده ولا حاجة ولا حاجة. بحبك. ايه ده يا ساتر يا ساتر؟ مالك؟ تعالي في حضني كده، تعالي تعالي. الله عليك ورق العنب. انا ورق العنب؟ حبيبي. انا نفسي افضل في حضنك كده على طول، تعدي السنين وتعدي الأيام كده كلها وأنا في حضنك. وأنا كمان يا حبيبتي نفسي تفضلي في حضني كده لغاية ما تنامي. ها؟ أه حبيبي نمت.